شباب وصبايا، أهلا وسهلا فيكم بقناة وولف جيمينج. اليوم يا جماعة، وقبل ما نبلش بدي أقلكن ينعاد عليكم على السنة الجديدة، وإن شاء الله تكون هذه السنة خير وبركة على الكل. تاني شغلة، بدي تعذروني شوي على صوتي لأنه شوي مريض. بهيدا الفيديو بدنا نستعرض عالم الانعكاس الميرور وورد قبل ما يتم تسكيره، فبتمنى عليكم تدعموني بلايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس تيصلكم كل شي جديد عم نزله. خليكن معي وتابعوا للآخر. لكن يا جماعة الخير، في عنا جيم بلاي بمود عالم الانعكاس بالميرور وورد. هيدول الوحوش اللي نحنا بنقتلهم عادة، بناخد منهم لوت، بكونوا مبينين بالخريطة كذا مطرح، فبنقتلهم وبيطلع لنا من خلالهم على لوت. هيدا المود كتير حلو، بس للأسف الشغلة السلبية اللي فيه انه فيه كتير لاج، بتقطش كتير اللعبة، وكمان بالنسبة للام اس كتير بيطلع وبينزل، يمكن على كمية اللاعبين الموجودين بهيدا المود. غير هيك مود كتير حلو، وشركة ببجي عن جد مشكورة، عم بتنزلنا قصص كتير حلوة وكتير جديدة. يعني هون اذا ملاحظين، انا تركت هيدا المقطع مقصد بس تفرجيكم اللاج كيف عم بيصير معنا بقلب اللعبة. يعني حرام يكون هيك مود بهيدا اللاج اللي عم بيصير. وهلا خلينا نطلع لفوق كرمال نشوف، كرمال نودع الشخصيات تبع هيدا المود، وقولولي انتو تعليقاتكن اياها اكتر شخصية عجبتكن. انا صراحة عجبتني شخصية كايتلين، اسرع وحدة واكتر وحدة بحسها قوية. هن كلهم منيح اكيد، بس كايتلين عجبتني اكتر شي. فاتركولي بالتعليقات انتو اي شخصية حبيتوها اكتر شي. اما بالنسبة للمود اللي رح ينزل بالتحديث الجديد، بتمنى انه يكون بهذا الجمال، وبتمنى كمان يكونوا يخصصونا رقصات للشخصيات اللي بدهم ينزلوها جديدة، كرمال نستفيد كلنا من هيدي الرقصات ومن السكنات اللي عم بينزلوها جديدة. لهون بنكون خلصنا المقطع تبعنا. بتمنى يكون عجبكم، بتمنى تدعموني بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد عم نزله. اذا حدا عنده اي سؤال يترك لي بالتعليقات. وهون انا عندي لكم سؤال، هيدا اخر مشهد بالجيم، بتمنى عليكم اذا عرفتوا انا كيف متت انا وصديقي تتركوا لي بالتعليقات. مرسي كتير لكم يا جماعة، مرسي لوقتكم ويعطيكم ألف عافية.